اوكي ماما، مرحبا بكم. اليوم معنا في البرزنتاسيون دو بروجي دونتربريز، معنا اول ضيفه اللي هي مدام سارة لاجنيف، كي ماناجر سينيور، واللي باش تقدم لكم الماركتينغ ريلاسيونيل، التسويق الشبكي. تفضلوا معنا. عسلامة، انا سارة لاجنيف، ماناجر سينيور شي فور ايفر ليفينغ برودكت، باش نقدم لكم التسويق الشبكي. لكن قبل ما نبدا خليني نسالكم زوج سؤالات. ما هي توقعاتك في الحياه وما هي احلامك؟ كلنا عندنا برشا احلام ونحبوا نبدلوا حياتنا، فما شكون باش يجاوبني يقول لي نحب اكثر حريه في الوقت، فما شكون يحب على دخل اضافي جوست باش يكمل الشهر نتاعو من غير ديون، فما شكون يحب على الحريه الماليه، فما شكون يحب يسافر ويعمل دي بيل فاكونس، فما شكون يحب يعاون الاخرين، وفما شكون يحب يكون سون بروبر باترون ويمن سا بروبر افير، فما شكون زادا يحب يخمم في المستقبل ويخمم في اون روتريت دو لوكس، وفما شكون يحب ان ديفلوبمون بيرسونيل ينمي من شخصيته ومن امكانياته ومن لي كومبيتونس نتاعو. دونك هذا الكل ما يكون كان بالتسويق الشبكي. شنو التسويق الشبكي؟ التسويق الشبكي هو ان موديل دافير كليون ما، دونك نموذج عمل مفتاح اللي تبداه بشويه سان ريسك فينانسي، معناتها من غير كابيتال كبير، من غير ستوك، من غير لوكال، من غير خدامه ولا خلاصات خدامه، با تشارج، كيف كيف ماكش مضطر انك تبطل خدمتك الحاليه، من غير ديمارش ادمنستراتيف كل باباس ولا الحكايات الاداريه، وكيف كيف لا formation elle est assurée gratuite, donc une formation continue gratuite mazmouna. التسويق الشبكي هو كيما قلنا موديل دافير اللي من غير معناها ماكش مطالب ان ديبلوم ولا اون اكسبيريونس بروفيسيونيل بيان ديتيرميني، تنجم مهما كانت مهما كانت الخبره نتاعك، تنجم تبدا لافير نتاعك على حسب الريتم نتاعك، وبيان سور الريزولتا على حسب الخدمه نتاعك. بيان سور معناها باش نضمنوا اون ميور سونتي، راحة مالية و اون ميور كاليتي دو في. باش نشوفوا هنا الفرق بين التسويق، الخدمة في التسويق الشبكي والخدمة في الشركات العادية اللي ما تعتمدش التسويق الشبكي وتعتمد لو مود سالاريال. معناها باش نشوفوا في كي تخدم في شركة ان سامبل سالاري باش تترقى، يحب لك معناتها قد ما تخدم وقد ما تكون عندك كفاءة، فما بوكو دو كريتير يدخلوا ونعرفوا هذه الناس الكل اللي معناها مش بالسهل باش تترقى وتطلع مدير، وفما مدير واحد اللي باش يترأس برشا معناها عباد. دونك هنا الحظوظ معناها ماهيش متكافئه، ومعناها والفرصه باش تتاح لواحد برك. باركونت في التسويق الشبكي الفرصه متاحه للناس الكل، ينجموا الناس الكل يولي مدير. وهنا شنو هو الكريتير؟ سي الخدمه. الخدمه في معناها كيفاش تعمل الشبكه نتاعك وكيفاش تخدم لافير نتاعك. دونك الحظوظ متكافئه والفرصه متاحه للناس الكل والترقيه على حسب العمل نتاعك. تو باش نشوفوا الفرق بين نظام التوزيع في التسويق التقليدي ونظام التوزيع في التسويق الشبكي. في التسويق التقليدي ان برودوي كي يخرج من المنتج باش يوصل للمستهلك يتعدى بلوزيغ انترميديير، المصنع، تاجر الجملة، التاجر، الترانسبور، البوبيسيتي، دونك برشا مصاريف وبرشا الشارج اللي باش يتحملها وتتفكتر في الاخر على المستهلك. دونك لو كليون فا باي توت لا فاكتور، دونك البري باش يتضاعف فوا 5. وهذايا معناها كل حاجه نشريوها في التسويق التقليدي اوني اوبليجي باش نخلصوا لي شارج هذوما الكل اللي باش يتنحاو في التسويق الشبكي. معناتها اول افونتاج في التسويق الشبكي هو للمستهلك، للكونسوماتور اللي باش يشري موان شير بري دوزين. دونك لي انترميديير الكل باش يتنحاو ويشري من الشركه، من المنتج الى المستهلك.
وزاد المستهلك بيدو يكون عنده الفرصة أنه يدخل فلوس، عنده مصدرين للدخل. المصدر الأول هو البيع المباشر والتسويق الشبكي، بمعنى أنه كيف يشري المنتوج ويحكي عليه ويتقاسمه مع آخرين، ينجم كيف يبيعه ياخذ عمولة، وكيف يسوق الموديل دافير هذايا يعمل باغيناج باش ياخذ عمولة زادة متاع الباغيناج هذيك سو فورم دو كوميسيون. والفرصة هذه العبد الكل دونك لو كونسوماتور هو لو بروميي افونتاجو في الحكايه هذه اللي باش يشري موان شير، والفلوس اللي باش تمشي للبوبليسيتي باش تتوزع للناس اللي باش تعمل لا ريكومونداسيون، باش تعمل لا بوبليسيتي غراتويت، اللي باش تعمل لا بوبليسيتي سبونتاني. وهنا باش يكون لو موديل باش يبدا يتضاعف، واحد يقول واحد سي ليفي كومولي ليفي دلوفي بالبوشا وغاي دونك. وكل كونسوماتور هو بيدو باش يكون بداية شركة، معناها هو باش يوسع في الشركة. دونك هذه هي الفرصة، هي فرصة بناء علاقات وبناء شبكة التوزيع. الأساس هو أنت وقت اللي تكون معناها موز وقت اللي تكون مستهلك ان كونسوماتور ساتيسفي باش تعمل لا ريكومونداسيون معناتها بالبوش وغاي بالعباد لونتوراج نتاعك العائلة الأصدقاء. دونك خمسة من الناس كيفلين أنهم يفون مولتيبليي لو ريزو، على خاطر كل واحد عنده خمسة من الناس أخرين. دونك خمسة في الخمسة 25 إي فو بوفي إيماجيني لو بوتونسيال دو ليفي دو ليفي دو ريزو. دونك هكاكا شركتك باش تتضاعف على حسب الريزو اللي باش يكبر من بعد، والأرباح نتاعك كيف كيف على حسب النمو نتاع الشركة الشبكة نتاعك اللي هو باش يترجم من بعد سو فورم دو كوميسيون على الشيفر دافير نتاع الشبكه نتاعك. دونك هذيا هو هذوما لي زافونتاج نتاع التسويق الشبكي. اول حاجه نربحوها الوقت، مع هو الاستثمار في الوقت. وقت اللي يكون عندك شبكه اكزامبل فيها 100 شخص، كل شخص يخدم ساعه، عباره على انت تخدم 100 ساعه في النهار. وزاد كيف كيف العلاقات، تربح برشا علاقات وتتعرف على برشا ناس، وفي الشبكه نتاعك باش تتضاعف العلاقات نتاعك. وكي نقولوا علاقات ووقت سي فلوس، هذا نظام بسيط ومثبت عنده اكثر من 40 سنه يخدم ومضمون، معناتها النجاح فيه مضمون. ويعطيكم الصحه ومرحبا بكم. يعطيك الصحه مدام ساره. نتوا باش نشوفوا ضيفتنا الجايه اللي باش تقدم لنا قصه فوريفر، ليستوار دو فوريفر، مدام منال الاحمر مانجر اسار. مرحبا بكم منال الاحمر مانجر اسار. نتعرفوا مع بعضنا توا على الاستوار نتاع فوريفر، قصة فوريفر. كنتوا بكري شوية تفهموا في الماركتينج دو ريزو، العالم هذا الكبير اللي نجح برشا ناس وبدل حياة برشا ناس. أما العالم هذا الكبير في برشا شركات، وما تنجم تكون تختار الاختيار الصحيح كما تعرف الاستوار متاع البارتنير متاعك. هذا علاش توا مع بعضنا باش نتعرفوا على الاستوار متاع شركة Forever Living. الشركة هذه شركة عالمية تأسست عام 1978. نحكيه على شركة عمرها أكثر من 42 عام. نحكيه على شركة متواجدة في أكثر من 160 بلاد. جست تحليل صغير نقف معاكم باش نعملوا اناليز صغيره. اسال روحك الشركه هذه 160 بلاد موجوده فيها، معناها وزاره الصحه متاع 160 بلاد تطبق على المنتوجات نتاعها. الشركه هذه اكثر من 40 عام وهي في كرواسونس كونتينيو، النمو نتاعها مستمر. شنو يدل؟ يدل الدليل القاطع على نجاح الشركة من زوز مجالات، من مجال التسويق وطريقة التسويق، وزاد نجاح الشركة في الكاليتي دو برودوي، في الجودة متاع المنتوجات. خاطر الشركة ما تنجمش تدوم العمر هذايا الكل كان جات البرودوي متاعها مش ناجح، وكان جيت زادة طريقة التسويق متاحة ما هيش ناجحة اللي باش تتعرفوا عليها بعد شوي. معناتها نتعرفوا مع بعضنا علاش الشركة هذية حافظت على جودة المنتوجات كما هكا،
على خاطرها تو سامبلومون استعملت الطريقه نتاع اللي هي شركه فيرتيكال مو انتجري وليبر من اي ديت. فيرتيكال مو انتجري هي تزرع، هي تحصل لي لابو نتاعها الشين نتاع البرودكسيون كل نتاعها، وعندنا نعمل بركه للفابريكاسيون تاع لي برودوي. هذا الكل دليل وضمان لجودة المنتوجات. والشركة اللي نحكيو عليها اللي انت باش تختارها البارتنير نتاعك ما غير ذات، معناها ما تخافش من حتى شيء. والمجال اللي تخطط فيه مجال مطلوب برشا، معناها لي مارشي فما بزوان. شكون توا في وقتنا ما يحبش معناتها المجال متاع الصحة؟ هو سيتان بزوان، الصحة معناتها حاجة مهمة برشا في حياتنا. شكون ما يدلهاش بالجمال؟ شكون ما عندوش العناية الجسدية توسكي إيجيان تو؟ السوق هذية ديجا في العالم تتقدر بمليارات من الدولارات، معناها ماهيش موش مارشي شوية. ما فماش بزوان العباد الكل، أي إنسان عنده البزوان. انت ديجا عندك البزوان، عندك البزوان معناتها باش تتلهي بصحتك بالمكملات الغذائيه، عندك البزوان باش تتلهي بوجهك. دونك المجال اللي نحنا نخدموا فيه مجال ما يموتش ومجال ديما مطلوب. هذا مهم جدا، واللي خلى الشركه هذه تكون معناها تكون بالحق من اقوى الشركات الموجوده اللي هي القيم نتاعها. خاطر ما غير قيم ما نجموش نكملوا وما نجموش نمشيو. واللي خلاها تدوب اكثر من 40 عام، اللي خلاها تكون عندها خبره اكثر من 40 عام وتتواجد في اكثر من 160 بلاد، عندها الشغف، النزاهة، الالتزام والمثابرة والاعتراف. مع الشركة هذه تلقاهم الكل بالحق، تلقاهم الكل مع البارتنير هذا تلقى لي فالور هذوما الكل تعيشهم وتحسهم وتخدم بهم. وهي كانت موجودة في تونس، كان لنا الشرف اللي هي تكون موجودة في تونس من عام 2012، وكما قاعدين تشوفوا معايا هذا السياج متاعنا الموجود في اللاك 1. البارتنير متاعنا ياخذوا لي برودوي متاعهم، مكملات الغذائية متاعهم، وبيان سور معناتها الريزو هوني كيفاش الشركة تكون تعمل لا ديستريبيسيون دو برودوي اترافير السياج هذايا. هذه نظرة صغيرة من ليستوار متاع الشركة هذية، ان شاء الله نكون فدتكم. شكرا مدام منال. توا نشوفوا مع بعضنا للويفي اللي هي الصبارة مع مدام صباح عروة، هي مانجر سينيور. عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل، إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية أنتم وعائلاتكم، لأنه تعرفوا اليوم اللي الصحة أصبحت الموضوع الرئيسي بتاع العالم الكل. على هذاك حبيت اليوم نتقسم معكم فوائد نبتة نجعتها عبر العصور وهي للويفيرا أو الصبارة. بل هدايا معاكم صباح عروة، مانجر سينيور في شركة فوريفر ليفينغ برودكت. يلا ركزوا معايا وشدوا أحزمتكم باش نشوفوا مع بعضنا ثلاثة نقاط هامة. لماذا الألويفيرا؟ ما هي فوائد الألويفيرا؟ وما الذي يميز فوريفر؟ مستعدين؟ يلا. أول حاجة لازمنا نعرفوا اللي فما 300 نوع متاع الألويفيرا، فيهم ثلاثة أنواع فقط عندهم مزايا صحية. أقوى واحدة هي الألويفيرا بربادنسيس ميلير، وهي اللي تبنيتها فوريفر واعتنيت بها عناية قصوى من اللي هي في الحقول حتى تولي المنتوج اللي بين يدينا. هاد نشوفوا علاش الألويفيرا، لماذا الألويفيرا. قلنا معكم اللي الألويفيرا غنية بالعديد من الفوائد اللي تساعد الجسم بتاعنا من الداخل وكذلك تساعده من الخارج. فمثلا من الداخل، اول عمل تقوم به هو تحسين وظيفه الجهاز الهضمي. العمل الثاني والهام جدا هو تعزيز قدرات الجهاز المناعي، وما احوجنا اليوم لجهاز مناعي قوي. تساعد في عمليه امتصاص المغذيات وتضاعف الطاقه الطبيعيه للجسم وغيرها من الفوائد. كما نلقاوها عند فوائد عديده على مستوى البشره، من اهمها التنظيف والترتيب، التغذية والتكيف. كل هذا وقت تقوم به للويفيرا لأنها ببساطة تحتوي على 200 عنصر ناشط، تحتوي على 75 عنصر مغذي،
على 18 من الأحماض الأمينية، على 20 معدن، 12 فيتامين، كوكتيل أكثر من رائع من العناصر المغذية اللي جسمنا اليوم في أشد الحاجة لها. كن نستعملها يوميا، ماذا سيحصل في أجسامنا؟ ماذا سيتغير؟ وما هي ردة فعل الجسم نتاعنا؟ نشوفوا مع بعضنا الفوائد اللي باش تحصل لنا وقت اللي نتناولوا هالكوكتيل الرائع من المغذيات. اول حاجه باش تحسها هي اعصاب هادئه، نشوفوا مع بعضنا اعصاب هادئه. ثاني حاجه باش تحس بجسمك ناشط وحيوي، باش تلقى جسمك متوازن ومعدل. الالوفيرا باش تزيد قدرة جسمك على التخلص من الالتهابات ومن الحساسية وأيضا من السموم. ستحسن جهازك الهضمي، باش تولي البشرة متاعك ناعمة وشابة. باختصار الالوفيرا باش تخلي جسمك متجدد، طاقته عالية وقادر على الشفاء الذاتي. نعم، ما تستغربش كل ما سمعته باش تحس وتشعر به وقت اللي تتناول وتستعمل المنتوجات بتاع الالوفيرا فوريفر ليفينغ برودكت. السؤال هنا اللي يطرح نفسه، ما الذي يميز فوريفر؟ يلا نشوفه مع بعضنا، نشوفه مع بعضنا نقاط، بعض نقاط القوة اللي تتميز بها شركة فوريفر ليفينغ برودكت. كي نحكي ونقول فوريفر، أنا نحكي على شركة، على أكبر شركة في العالم في زراعة وتصنيع المنتوجات المستخلصة من الالوفيرا. نحكي على شركة تحصد وتستخلص اللب يدويا. نحكي على شركة تملك ان بروفي اكسكلوزيف دو ستابيليزاسيون ا فخوا. نحكي على شركة جودة منتوجاتها معترف بها عالميا، وهي منتوجات طبيعية مستخلصة بطرق طبيعية ومتطورة علميا. نحكي على شركة تملك مجلس استشاري علمي، أعضاء الكل عندهم كفاءة مهنية عالية. نحكي على شركة حصلت على شهادة المجلس العلمي العالمي لعلوم الألوفيرا بامتياز، شهادة لياس اللي نفتخر أن متحصلين عليها. الشهادة هذه تثبت أن فوريفر لا تستعمل في منتوجاتها سوى لب الألوفيرا النقي الصافي المثبت طبيعيا وعلى البارد. كيف كيف فوريفر تحصلت على شهادة الحلال من المجمع الإسلامي الأمريكي للغذاء والتغذية، تثبت هذه الشهادة أن منتوجات فوريفر خالية من كل ما يتنافى مع الديانة الإسلامية. كيف كيف متحصلين على شهادة درماتيست اللي هي تثبت أن المنتوجات متاعنا ناجعة مع البشرة، وعدة شهادات أخرى يمكن الاطلاع عليها عبر الإنترنت. شكراً على حسن المتابعة والإصغاء، ونخليكم توا مع فيديو من النبتة إلى المنتوج إليكم مباشرة.
يعطيك الصحة مدام صباح على البرزنتاشن هذه. نتوا باش نتعداو البرزنتاشن الجاية اللي هي مع مدام ميمي الكارنيش مانجر اس ار اللي باش تحكي لنا على نوتر جام دو برودوي شي فور ايفر. مرحبا بكم. باش نكتشفوا مع بعضنا مجموعة منتوجات فور ايفر المتميزة. On est sur un marché vraiment porteur. Toute la population اليوم consomme nos produits. الناس كل ولات تلوش في وقتنا هذا على النشاط وعلى الحيوية. Donc le constat de la santé vraiment il est alarmant aujourd'hui. Vu que notre alimentation allège, l'alimentation تاعنا ولات transformée, ما عادش طبيعية. Dehors faire les pesticides, les engrais, les hormones, les antibiotiques. C'est de quoi nous dire le tardien interne. Et chez nous, on a des problèmes de santé. Menester à barcha, des gens sont stressés. Barcha aussi souffrent des problèmes dermatologiques, des problèmes d'allergie, d'obésité, gastrique, cardiovasculaire, etc. C'est de quoi nous dire le mec l'interne qui est déjà malade naturel et elle est bourrée de toxines. Donc, de nos jours, consommer des compléments alimentaires, match un choix, c'est une nécessité. Vu qu'on a un manque nutritionnel énorme, on a beaucoup de carences des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments. Il faut complémenter notre alimentation. Forever, elle a une large gamme et elle a pensé à tout le monde. Elle a une large gamme de produits pour préserver le capital santé par des méthodes naturelles. Nous avons une gamme de produits pour le besoin de chacun ou des produits vraiment qui ont fait leur preuve depuis des dizaines d'années dans le monde. C'est des produits américains qui ont fait leur preuve donc, et qui sont de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, Anna. Les buvables, c'est la base du bien-être, à mon avis. C'est de l'aloe vera, 100% aloe vera. La pulpe stabilisée qui est au milieu fait à 97% d'aloe vera. Les bienfaits qui renferment beaucoup de bienfaits sur l'intérieur, les organes internes, sur notre peau, sur notre énergie, tout ça. Elle a des bienfaits, la tuhsa ou la tu'ad, ou ma'roufa min awwal ad-dunya. Le berry nectar, le deuxième buvable, اللي هو على اليمين نتاعي هذايا, le berry nectar, اللي هو à base d'aloe vera et de la camberge et de la pomme rouge, le tout le berry وتفاحه الحمراء, behin barsha pour donc améliorer la circulation sanguine et aussi pour améliorer les voies urinaires et génitales et avoir aussi les bienfaits de l'aloe vera. Le Freedom qui est le Forever Freedom qui est à ma gauche, Forever Freedom est un buvable à base de 90% d'aloe vera, donc on profite des bienfaits de l'aloe vera et aussi il renferme du soufre et de l'MSM. Donc le soufre et le MSM, هذوما باهين برشا pour renforcer les articulations, pour le confort articulaire et préserver l'ossature. تعرف اللي اليوم انسان à partir d'un certain âge تولي مشاكل عنده هاو معناتها العظام نتاعو تولي عنده مشاكل وجعيه وكل شيء. Les sportifs زاد كيف sollicite énormément leur articulation. Le Freedom, il est là vraiment pour avoir le confort articulaire. On a les produits de la ruche. Les produits de la ruche, c'est des produits Zadakifki Forever, leader de l'aloe vera, et des produits de la ruche dans le monde. On a les meilleurs produits de la ruche. La gelée royale, l'Elmelika Marouf Abarcha, pour l'immunité, pour l'énergie, pour plein de choses, la fertilité et tout. On a le bipollen, l'Eolikah. On a le Forever Bip Propolis, l'Eolikah. كيف كله من غذاء معناتها من دي برودوي دو لا روش كيف البروبوليس باهي برشا سي ان انتيبيوتيك ناتورال. Les plantes نتاعنا معناتها on a aussi des produits nutritionnels. Forever, elle n'a pas uniquement l'aloe vera ou les produits de la ruche. Forever, elle a collecté le meilleur de la nature pour
du monde entier, elle a fait produit des compléments alimentaires destinés mais à toutes les sphères. Les plantes, c'est la pharmacie de Dieu. Les plantes, les pour préserver et le naturel, pour préserver le capital santé. La gestion du poids, soit تسمن soit تضعف mais la majorité 3 femmes sur 4 يحبوا يضعفوا 2 hommes sur 4 اليوم يحبوا يضعفوا donc forever elle a pensé à tous ces gens là avec l'aide des nutritionnistes et des experts internationaux elle a produit une gamme de détox pour purifier le corps de l'intérieur des toxines et avoir de l'énergie et avoir être plus léger, plus se sentir mieux dans sa peau et aussi une gamme pour la perte du poids qui est au naturel. Qui ont fait ces produits, ils ont fait les produits de gestion du poids, leur preuve en Tunisie depuis des années et dans le monde entier. On a les soins de la peau aussi. La peau, c'est un organe vraiment c'est un organe qu'on doit le préserver, qu'on doit prendre soin. Et forever, vraiment, elle a utilisé le meilleur de l'aloe vera, le meilleur des huiles essentielles, des fruits, de l'acide hyaluronique, collagène, des algues et tout, pour nous faire une gamme de produits de peau, qui met les gommages, les masques, les pour avoir une peau ferme, pour avoir une peau bien hydratée, régénérer la peau. Ta'afou tajdid al-khalaya wa qouwat l'aloe vera, c'est l'hydratation et la régénération des cellules. Donc, on a une peau vraiment, on a une gamme qui est de haute qualité. Les soins de la peau, les soins plutôt personnels. Les soins personnels, c'est des produits d'hygiène que toute la famille consomme. L'humanité, c'est que je commence dentifrice, déodorant, je commence à des produits qui mettent shampoing, qui mettent savon, et c'est que l'eau, c'est donc, c'est des produits destinés à toute la famille et le tout au naturel et aussi consommé naturellement. Tous nos produits sont homologués. Honnêtement, Melly Dakhlt Forever Tunis, depuis 2012, on a reçu, tous nos produits sont homologués. Khdina Moussadqat Ouzart Saha ou Moussadqat Ouzart Tijara, non seulement en Tunisie à Kahao, et aussi dans le monde entier. Nos produits sont légalement introduits dans le marché tunisien. Vraiment, c'est des produits qui sont homologués au Mouroumouadha. Chacun d'entre nous est un consommateur potentiel. Et oui, être son premier client pour avoir de vrais bénéfices, santé et bien-être, et aussi consommer intelligemment, c'est-à-dire avoir consommé de la qualité et beaucoup moins cher quand on est partenaire avec Forever. Et d'un, je dois aller عندك تستعمل les produits, قد ما تقتنع les produits conviction ou قد ما تولي تحكي على المنتوجات نتاعك من قلبك. Commencer sa journée avec un verre d'aloe vera est notre geste bien-être du matin. On est dans le préventif et non dans le curatif. يعطيك الصحة مدام منير على البرزنتاسيون هذيا والآن باش نتعداو مع مدام عايدة بالحاج محمد مدخل ماناجور سفير في فوريفر تونس اللي باش تقدم لنا نو روفوني مداخيلنا. مرحبا بكم باش نكتشفوا مع بعضنا مداخيلنا اللي نجموا نرفعوها مع شريك فوريفر. نقدم روحي عايدة بن الحاج محمد ماناجور سفير فوريفر تونس. نحب نقول لكم اللي فرصة العمل مع فوريفر باش تعطينا حاجات مميزة مرابيح ومداخيل هامة وهامة جدا. إذا كنت أنت طموح شغوف عامل يعني خدم على روحك مثابر متحمس ومحب للتألق والنجاح نشوفوا مع بعض خطة التعويض مع فوريفر. نظرة شاملة باش نجم نفهمه عندنا ثلاثة مداخيل مع فوريفر نشوفوهم. الدخل الأول هو التخفيض على المنتوجات يكون من 15% كزبون مبجل إلى أن يصل
48% في درجة المدير. بالنسبة لعمولة احتضان شخص جديد نتمتعوا يعني بعمولة تتراوح من 20% إلى 33% تكون من قيمة الطلبية اللي يشريها الشخص المنتدب الجديد. وكذلك عنا عمولة الفريق من 3% إلى 13% حسب الدرجات. كان لاحظوا حاجة هوني، الشركة سخية وسخية برشا، على خاطر كل شيء يتزايد حسب ترقياتك، كل ما ترتقي أكثر كل ما تكون مرابيحك أكبر. شوف التخفيضات من هنا توصل ل48، عمولة الاحتضان من 20 توصل ل33 في كل ترقية، تزيد أكثر تربح أكثر مع فوريفر وتكبر أكثر. نشوفوا هنا الدرجات، نبدأ بزبون مبجل، عنا مساعد منشط، منشط، مساعد مدير، ومدير. هنا عنا سي سي كيس كريدت أو ما نسميه بالعربية نقاط صرف اللي نجمعوهم باش نرتقي فيهم. دونك شفنا هذا باش نرتقي توا مع بعضنا درجة درجة في سلم الترقيات والنجاح وتحقيق الأحلام والأهداف. نبدأ هوني بزبون مبجل يتمتع بتخفيض 15%. إذا يحب يقعد زبون ينجم يقعد مدى الحياة يشري 15%. إذا كان يحب يرتقي إلى موزع مع فوريفر ويكون معانا في درجة مساعد منشط أو مساعد مشرف، ما عليه إيه يعمل 2 نقاط صرف واللي يتمتع 35% تخفيض على المنتوجات اللي يشريها و 20% احتضان من طلبية الشخص اللي يلتحق بالشركة الجديدة معاه في تاريخه. شنو المطلوب منا كموزعين في شركة فوريفر؟ لازمنا نحلقه بزوز أجنحة. الجناح الأول اللي هو نعمل بورتفيل تاع كليونات، يعني قائمة للزبائن الأوفياء اللي باش ننصحوهم بالمنتوجات نتاعنا ونسوقولهم. والجناح الثاني هو تكبير الفريق، إنشاء فريق وتدريبه ونخليه ونعاونوه باش يتكبر الفريق هذا. مثلا أنا عندي 2 نقاط صرف باش يدخل معايا ننتدب شخص جديد أمين يشري 2 نقاط صرف يولي عندي 4 نقاط، ننتدب كريمة باش يولي عندي 6 نقاط، ننتدب عمر باش يولي عندي 8 نقاط. يعني كل النقاط اللي نقوم بها أنا وفريقي أو نقاطي الشخصية اللي ننصح بهم كمنتوجات ننصح بهم زبائن متاعي كلهم باش يساهموا في ترقياتي وفي نجاحي. وكذلك فريقي بحد ذاته نقاط الفريق اللي باش يجي معاه باش يساهم في نجاحه وترقياته. هذا التحليق بزوز جناحين مطالبين به في كل الدرجات والترقيات في شركة فوريفر. باش نشوفوا الترقية الثانية اللي هي مشرف أو أنيماتور أو منشط، لازمنا نجمعوا 25 نقطة صرف مع الفريق متاعنا باش نوليو نتمتعوا. تخفيض 38% على المنتوج، عمولة الفريق اللي ما كانتش هوني باش تولي 3% في درجة منشط، وعمولة الاحتضان لشخص جديد 23% من قيمة الطلبية اللي يدخل بها. الدرجة أو الترقية الموالية لازمنا نجمعوا 75 نقطة صرف باش نكون في درجة مساعد مدير، التخفيض يزيد أكثر عن منتوجاتي ولي 43%. وكذلك عمولة الفريق تزيد أكثر تولي من 5% إلى 8%، وعمولة الاحتضان 28% من قيمة الطلبية اللي يدخل بها شخص جديد معايا وأنا في درجة مساعد مدير. الترقية الموالية هي درجة مدير، لازمنا نجمع 120 نقطة صرف في شهرين متتاليين أو 150 نقطة صرف في 3 أشهر أو 4 أشهر باش نولي مانجر في فوريفر ونتمتع بتخفيض 48%، وعمولة الفريق تتراوح بين 5% و13%، والاحتضان أو انتداب شخص جديد معي في الفريق وأنا في درجة مدير يكون 33% من قيمة الطلبية دع اللي باش يدخل بها شخص جديد معايا. هذه المرحلة الأولى في سلم الترقيات. المرحلة هذه تتمثل في تدريب، تعليم، تكوين فريق باش نفهموا نتعلموا الخطة التسويقية وخطة الترقيات ونفهموا بالبداية باش نتعداو لمرحلة أخرى وهي ترقيات ما بعد المانجر. الترقيات هذه تتم حسب عدد المدراء الدايركت لنا. مثلا مانجر باش يكون مانجر ما عندوش مدراء في فريقه عمولته بين 4 و8 آلاف دينار،
باش نولي مانجر سينيور وتتزايد العموله نتاعي لازم يكون عندي ديريكت كليانس انا احتضنتهم 2 مدراء العموله باش تتراوح بين 8 و 12000 دينار. مانجر اسور لازم يكون عندي 5 مدراء دايركت. مانجر سفير لازم يكون عندي 9 مدراء دايركت ليا. مانجر سفير ديامون 17 مدير دايركت. ما زلت عندنا ترقيات اخرى. الدخل غير محدود، هنا قلنا بين 4000 حتى 36000 دينار حسب ترقياتنا، حسب العمل بتاعنا، حسب الفريق بتاعنا، كله حسب خدمتك. فوريفر قد ما تحب تاخد، المهم انت اخدم محدد اهدافك وتصير في الطريق اللي يهزك للاهداف بتاعك. احلى حاجه في فوريفر هي الاعتراف، محلاها كيف انا ننجح والشركه بتاعي تصفق لي، محلاها كيف انا ننجح ونربح وهي تكرمني. احلى حاجه تكرمني في حفله مميزه تخليني نفرح ونفتخر بنجاحي، خليني نحس بنشوة النجاح. الاعترافات هذه من الشركة تدعمني نفسانيا وتخليني نزيد نفرح ونتألق ونشنح أكثر. وشعار الشركة ربح تربح نجح تنجح، على هذاك نحب نقول لكم كل مرحبا بكم في فوريفر. حققوا أهدافكم ونجاحكم، خطة التعويض نتاعنا مميزة ومميزة جدا. مرحبا بكم الناس الكل، لتفاصيل أكثر اتصلوا بالشخص اللي استدعاكم باش تسمعوا الخطة تاع التسويق، تسمعوا بريزونتاسيون مع فوريفر. يعطيكم الصحة، مرحبا بكم الناس الكل. يعطيك الصحة مدام عايدة على البريزونتاسيون هذيا. نتوا باش نتعداو لمرحلة جديدة اللي هي باش نشوفوا من بعضنا كومون نو روجوان، كيفاش تنضموا لينا مع مدام صابرين فرحات مانجر سفير. عسلامة ومرحبا بكم، معاكم صابرين فرحات مانجر سفير في فوريفر تونس. في المرحلة هذية باش نشوفوا كيفاش نبدأ. أكيد في آخر البريزونتاسيون الناس كل تسأل زعما كيفاش وكيفاش نبدأ. سهل برشا، أكيد أحلامك الكبيرة هي اللي باش تخليك تبدأ اليوم قبل الغدوة، على خاطر مش وحدك، مع بعضنا باش نحقوها. كيفاش يقول القائل باش نحقوا أحلامنا مع بعضنا؟ الحكاية الكل مربوطة مدى استعدادك. وأكيد أكيد أول حاجة تبين لنا اللي أنت مستعد حضورك للبريزونتاسيون، وخاصة تكملها للأخر وتسمع جميع المداخلات. فاستعدادك يبدأ من هنا، أكيد أنت مستعد، لكن نبعد لبعيد. هل أنت مستعد أنك تغير؟ مستعد أنك تغير طريقة تفكيرك، تغير رؤيتك للحياة، وخاصة رؤيتك للأشياء تولي تغزر بصفة أكبر برشا. هل تحب العمل مع فريق؟ تحب أنت تخدم مع فريق؟ تحب تخدم اون إيكيب؟ أكيد بلاستك معانا، خاطر مش وحدك، الشخص اللي قدم لك المشروع هو ديجا ينتمي لشركة كبيرة والمجموعة كبيرة، وأنت بيدك بانتمائك لينا باش تنتمي للناس هذوما الكل اللي باش تتعلم منهم بارشة حاجات. وأكيد أنت بيدك باش تكون فريقك الخاص بيك وباش تولي تتعلم وتعلم، وهكا باش تلقى روحك تتطور على جميع المستويات. حاجة أخرى، هل أنت مستعد باش تجرب حاجة جديدة؟ لشيء جديد أكيد هون العالم هذية باش يخليك تتعلم كل يوم حاجة جديدة، تتطور وتتعرف على بارشة حاجات. دونك علاقات جديدة، منتوجات جديدة، آفاق جديدة، فرصة عمل، مورد رزق جديد، نمط عيش جديد. وهوني هذايا الكل ما تنجم توفرهولك كان شركة عريقة كيما شركة فوريفر تونس. ما يبقى لك لهنا كان انك تاخذ قرار، على خاطر باش ننجح وباش نبدأ، باش ننجح يلزمني نبدأ، وباش تبدأ معانا يلزمك تسجل مع الشخص اللي استدعاك وقدم لك المشروع هذايا. وبعد ما تسجل ننصحوك نصيحة اللي باش تعاونك برشا في مشوارك هذايا، انك تكون لو برومي كليون، انت تكون زبونك الاول، انت لو برومي كليون هذايا. وراها برشا حكم وعبر تو تفهمها، علاش خاصة كي باش نحطوا مع بعضنا الخطة متاع العمل، راهو لامبورتونس ولا أهمية استعمالك انت للمنتوج هذايا باش يعاونك برشا في انك تقدم رابيدمون في المشروع. والناس الكل تحب تنجح، وخاصة تحب تنجح فيسا، وهكا علاش باش تنجح فيسا فوريفر وفرت لكم
فوريفر تونس وفرت لكم اكومبانيمون خطه تكوين وتاطير على قياسك انت. دونك كيف ما تحب انت وقت اللي تحب انت ومع اللي تحب انت. دونك الامكانيه هذه باش تكون يا اما اونلاين يا اما اون سال يا اما اترافير دي ويبينير انريجستري تلقاهم على السيت نتاعك كي تسجل ويولي عندك الاسباس نتاعك الخاص بيك. دونك هوني الامكانيه نتاع التدريب على المنتوجات ولا الاعمال ياسر باش تعاونك وياسر باش تسهل عليك المشوار هذيا وتجربه البزنس هذيا. خاصه الادوات نتاعنا لي زوتي دو ترافاي الادوات هذيا كلها تلقاوها مجانيه. وفما بخلاف الادوات فما دي زيفينمون تظاهرات فعاليات احداث كبيره تاسسها الشركه وتنظمها باش تعزز لك العمل نتاعك وين ما كنت. وهذايا كله ما ننساوش الحضور الديناميكي على الشبكات الاجتماعيه نتاعنا كيما نعرفوا الناس الكل اونلاين وهكا علاش الشركه نتاعك موجوده اونلاين في كل مكان وفي كل زمان. وهكاكا وين ما تستحق حاجه يوسفي تطلبها تلقاها قدامك. ما بقالك لهنا كان تختار كيفاش باش نبدا en tant que quel statut, je n'ai pas le statut que je n'ai pas dit. Est-ce que nous en tant que client privilégié ou nous sommes pas à 15% de la vie ou nous en tant qu'entrepreneur ou nous sommes à 35% de la vie ou bien nous sommes à le statut entrepreneur ou bien nous sommes à faire ou bien sûr le décision est à vous حسب أحلامك وحسب أهدافك. وديما نفكرك اللي الإنسان اللي استدعاك هو باش يعاونك في القرار هذايا وأكيد أكيد ثقتك الكبيرة فيه هو وفي الشركة. والشركة راهي شعارها الأول والأخير الشريك أولا. بلاصتك معانا والنجاح الفعلي ما يتحققش راهو كان بالمنافسة وإنما بالانشغال بنجاح الآخرين. هذه هي مبادئ فوريفر وهذه هي وهذا هو شعار فوريفر. وهكا ما نجم نقول لك كان ان شاء الله مرحبا بكم معنا وان شاء الله تكونوا من ناجحين. وشكرا شكرا على المتابعه وما بقى كان باش نقول لكم مرحبا بكم معنا.